بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الحياة. النهاردة معانا موضوع عن الشجاعة. وما ادراك الشجاعة؟ فالشجاعة هي ليست عدم الخوف، بل مواجهة الخوف والتغلب عليه. مع اجمل الاقوال عن الحكم والحكم عن الشجاعة، نقضي بعض دقائق مع قناتكم مصادر الحياة. لقد اول مرة تشاهدنا، يشرفنا انضمامك القناة وتفعيل زر الإشعارات، ولا تبخل علينا بلايك شير، ونبدأ موضوعنا عن الشجاعة. في البداية صديقي، تذكر أن الشجاعة هي صفة شخصية قوية يمكن للجميع تطويرها وتعزيزها عبر التحديات والتجارب في الحياة، والخوض والنجاح والفشل مرارا وتكرارا. فالشجاعة هي القدرة على مواجهة الخوف أو الخطر أو الصعوبة، وهي من الصفات المرغوبة في كل إنسان، فهي ضرورية لتحقيق النجاح في الحياة. الشجاعة هي أن تفعل ما هو صحيح حتى لو كان الجميع يفعلون ما هو خطأ. واجه مخاوفك، لا تهرب من المواقف التي تثير مخاوفك، بل واجهها بثبات وشجاعة وثقة في النفس. ثق بنفسك، اعرف نقاط قوتك وضعفك، وثق في قدرتك على التغلب على أي موقف. عزز قدرتك، نمي مواهبك، اكتشف ما أنت عليه. كن مستعدا للفشل، فالفشل هو جزء من الحياة ولا يسمى فشل، بل هي تجارب تعلمنا وتزيد من خبرتنا في الحياة، ولا يجب أن تخاف منه. اطلب المساعدة من الآخرين إذا كنت تواجه موقفا صعبا، فلا تتردد في طلب المساعدة من الآخرين أو التعلم من خبرتهم أو زيادة الثقة بالنفس من التعلم من خبرتهم. الشجاعة يا صديقي هي صفة أساسية للنجاح في الحياة، فهي تساعدنا على تحقيق أهدافنا وتساعدنا على العيش حياة سعيدة ومليئة بالإنجازات. فالشجاعة ليست عدم الخوف، بل مواجهة الخوف والتغلب عليه. الشجاعة هي القوة التي تأتي من الداخل، أي من داخلك أنت، عندما ترفض الخضوع للخوف أو ترفض أن تخوض تجربة ما. فالشجاعة هي أن تستمر في الماضي قدما على الرغم من أنك تشعر بالخوف. أكثر ما يطلب منا في الحياة هو الشجاعة للتحدث بصدق والعمل بشكل صادق، وأيضا كن واثقا من خطواتك. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القوة التي تعطينا القدرة على التغلب عليه. الشجاعة تعني أن تتحدى نفسك لتصبح شخصا أفضل بغض النظر عن الصعاب التي تواجهها. برغم كل الظروف وكل الصعوبات التي تواجهك، لا تركن وترمي أخطائك وفشلك على الظروف. الشجاعة هي أن تواجه الخطر، تستعد للمواجهة دون خوف أو تردد. الشجاعة ليست القدرة على التغلب على الخوف تماما، بل هي القدرة على استمرار العمل على الرغم من أنك خائف. الشجاعة هي قرار أن تكون أكبر من مخاوفك، وتكون على استعداد للتغلب على هذه المخاوف. الشجاعة هي أن تعرف ما يجب عليك فعله والقيام به حتى عندما تشعر بالخوف. تذكر يا صديقي أخيرا أن الشجاعة هي صفة شخصية قوية يمكن للجميع تطويرها وتعزيزها عبر التحديات والتجارب في الحياة والتعلم من الأخطاء. الشجاعة هي أن تتعلم من الماضي وتعيش الحاضر وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل. دمتم بتوفيق، ودمتم ناجحين موفقين، وإلى أن ألقاك في موضوع آخر. أتمنى أن تكون قد وصلت لنهاية هذا الفيديو بلايك شير. شكرا وإلى اللقاء.